رجعت للظفار بعد غياب 20 سنة. أنا ظفار لها مكانة عزيزة جدا في قلبي، وصلالة بالذات، ومهرجان الخريف أول انطلاقي في مجال الشعر وكتابة الشعر، واحدة من أنجح الأمسيات، المرة الأولى اللي حسيت فيها بمحبة الجمهور ومحبة الناس والتجمهر حتى قبل مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، فكانت تحمل دائما طوال هالسنوات ذكرى ومكانة عزيزة في قلبي. وجات الفرصة أني أزورها مرة ثانية، وهالمرة مع عائلتي في إجازة، وأعرف أولادي عليها وأشوفها. جميلة جميلة، يعني الهدوء والراحة النفسية اللي أحس فيها لما أكون موجودة هنا، بساطة شعبها، الأماكن الجميلة متعودين عليها، يعني مغسيل زرتها من 20 سنة ولا زالت جميلة، عندك الجبال الحلوة. لكن المرة هذه اللي اختلف علي، حسيت أنه في تطور ملحوظ بكل شيء، يعني الفعاليات الموجودة، الأنشطة، الأماكن الجديدة، الحرص على حتى الأمن والسلامة، يعني في الطرق أصبحت أكثر سهولة، الوصول للمطلات صار أكثر سلاسة، فكل هذا شيء جميل ويحسب أمانة لمحافظة الظفار واللي عايشين فيها. الحقيقة أنا دائما ممتنة للظفار، من أنجح الأمسيات اللي قدمتها كانت في مهرجان خريف صلالة، قدمتها مع الشاعر خالد المريخي يمكن بال 2005 2006. مثل ما قلت لك، أول مرة حسيت بطعم الجمهور يعني، ومحبة الناس لمستها، وهذا شيء يمكن ما رجعت حسيت فيه إلا مع السوشيال ميديا بعد سنوات طويلة. الجمهور هني رائع، يعني تفاعله جميل ويعطي حياة لكل شيء، متذوق للشعر، متذوق للجمال، متذوق للمحتوى الهادف، يقدر لما أنت تقدم له شيء وتتعنى له وتجي له، تشوف منه وتلمس منه كل حب وترحاب، فهذا شيء يشجع الجميع، يعني يحس بطعم النجومية هني بين جمهور صلالة وظفار. شفت ما شاء الله عدد كبير جدا من العوائل من كل الدول الخليجية، اللي يعرف انه في مواسم بعد، يعني احنا نحب المطر واجواء الخريف، ولكن حتى الجاليات الاجنبيه. انا صرت اسمع عن عمان والسياحه في عمان من اصدقائي اللي تعرفت عليهم في خلال حياتي في امريكا، من بلوجرز اجانب لما التقي فيهم محافل مختلفه، الكل يسالني عن جمال الطبيعه في عمان وسلطنه عمان. اتوقع انه ما شاء الله سلطنه عمان جاذبه للسياحه في كل مواسمها، يمكن ظفار تفوز بموسم الخريف والسنوات كلها وباقي السنة كلها في مكان يستحق الزيارة والعنوة في سلطنة عمان، وفعلا يعني اللي يزورها يلقى فيها هدوء وجمال ما يلقاه في أي مكان ثاني. شوف، أول شيء إن هم ما كانوا مستوعبين إن إحنا في بلد خليجي، يعني أولادي، مع إن إحنا زرنا كل دول الخليج العربي، وزرنا سلطنة عمان تحديدا مسقط أكثر من مرة في فترة الصيف. أول مرة يزورون خريف صلالة منبهرين بكل اللي شافوه على كل أصعدة، بالجو، بالأجواء، بالجبال، بالخضار، يعني أخذتهم ترى كثير دول يعني أوروبية وزارة وشافوا الطبيعة، فيمكن أول شيء أنهم مو مستوعبين أن احنا في بلد خليجي وأنه في عندنا منطقة بالخليج بهذا الجمال وهذا الخضار، فشيء جدا جميل وواجهة جدا ممتعة للأولاد وللأطفال وللعائلة كلها. احنا زايرين الحين متحف البليد اللي أول مرة أزوره اليوم، فمتحمسة جداً لهذه الزيارة ونشوف شنو بنشوف.